معنا ومعكم مشاهدينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري مباشرة من شرم الشيخ. أهلا بك كريم، أنت معنا عبر الهاتف. يعني كريم، العديد من ورش العمل انعقدت تحت مظلة مؤتمر شباب العالم، منها ما هو معني بالتعليم، منها ما هو معني بما بعد جائحة كورونا وغيرها من المجالات والموضوعات المهمة. ضعنا في أهم التفاصيل والمشاركات وردود الفعل من فضلك. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل رصدنا على مدار يومين الورش المسبقة أو الورش التحضيرية للورش الرئيسية والأساسية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة. كما ذكرت بالفعل العديد من الموضوعات الهامة التي ربما تمس حياة المواطنين والشباب بشكل عام تم مناقشتها بالفعل داخل هذه الورش التحضيرية على مدار يومين. ولكن ربما ردود الأفعال الأهم كانت هي مشاركة الشباب بالآراء المختلفة وبالأفكار المختلفة لحل بعض المشاكل ربما التي من الممكن أن تطرأ أو طرأت بالفعل، مثلا التغيرات المناخية. كان هناك عدة جلسات متعلقة بالتغيرات المناخية وربطها أيضا بالهجرة غير الشرعية. كان هناك أيضا خروج بتوصيات معينة تم الاستفادة بهذه الأفكار كتوصيات خاصة ربما سيتم مناقشتها وتطبيقها على أرض الواقع في المستقبل. أيضا كان لي نقاش مع عدد من الوفود الأجنبية الذين حضروا المنتدى. ربما كان من بعض الورش الهامة بالنسبة لهم هي ورش التنمية المستدامة وكيفية تطبيق أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا على أرض الواقع، خصوصا في ظل استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية القارة الإفريقية 2063. وكيف كان من المناسب لهم أو من المبهر لهم أن يستطيعوا أن يشاركوا بشكل عام بأفكارهم الخاصة وبتواصل مباشر مع المفكرين والمثقفين وأصحاب القرار بشكل مباشر للاستماع لآرائهم وأفكارهم بالعكس ومساعدتهم على تطبيقها على أرض الواقع. وكان هناك بعض التكريمات لبعض الشباب بالفعل لأفكارهم المبدعة والتي من الوارد أن يتم استخدامها فيما بعد. شوارع شرم الشيخ تتجهز الآن لاستقبال اليوم الأول للورشات الرسمية، ورش العمل الرسمية غدا بإذن الله تبدأ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون هناك تواصل مباشر بين صناع القرار وبين الشباب. هذه بالطبع الورش التي ستبدأ غدا ستستمر حتى 13 يناير. هناك إجراءات احترازية قوية ولكن خصوصا بعد جائحة كورونا هذه الإجراءات لها يعني طريقة خاصة وهي استخدام الروبوتات واستخدام التطور التكنولوجي وهو يمكن ربطه بالآثار المترتبة بعد جائحة كورونا، حيث الدخول يوجد تعقيمات عن طريق أجهزة آلية خاصة تقديم الوجبات وتقديم أدوات التعقيم ستكون عبر الروبوتات أو عبر الإنسان الآلي المتحرك. وهناك أيضا يعني توجيه باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي على قدر المستطاع للحفاظ على الوفود وأيضا للحد من انتشار فيروس كورونا. هناك أيضا كذا الكشف السريع على الوفود قبل دخولهم لمركز المؤتمرات للتأكد من عدم وجود أي شبهات خاصة لفيروس أوميكرون أو فيروس خاص لفيروس كورونا. لذلك بالطبع إجراءات عديدة اتخذتها الجهات المنظمة لمنتدى شباب العالم، وبالطبع الشباب الذين خرجوا من الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم دور كبير بالفعل في تنظيم هذا المنتدى. وكذلك سيتم تخريج دفعة أهم من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في اليوم الأخير، سيتم احتفال خاص بهم وأيضا توجيه الشكر لهم على تنظيم هذا المنتدى الذي ربما كان هو يعني ظهرت من بذرة الأمل التي زرعت في المؤتمر الوطني للشباب الذي جمع الشباب من مصر ومن العالم ليتبادلوا الثقافات والأفكار المختلفة. ونتابع بالطبع على مدار الأيام القادمة هذه الجلسات المختلفة. نعم كريم، فيما يتعلق بغدا بإذن الله هو اليوم الأبرز، هو يوم افتتاح منتدى شباب العالم، وغالبا كما
تعودنا في المؤتمرات السابقة، يكون هناك تيمة خاصة بهذا اليوم، تناول خاص بهذا اليوم، ضعنا في التحضيرات، ضعنا في الأفكار التي ستكون غالبة وستكون سمة لهذا اليوم غدا في الافتتاح بإذن الله. نعم بالفعل، يعني كل يوم له طابع خاص كما ذكرتم بالفعل، ولكن ربما هناك طابع خاص للمنتدى بشكل عام، وهو بالطبع آثار ما بعد جائحة كورونا، التحول الرقمي، التطور التكنولوجي. ربما هذه هي الميزة الأساسية، جائحة كورونا وإنذار للإنسانية وأمل جديد. ربما هذه هي جلسة عامة رئيسية بتكون تحت هذا العنوان، كيف نستفيد من جائحة كورونا، هل هي إنذار حقيقي للإنسانية، كيف نتعامل، كيف أيضا نواجه هذه الجائحة بالحفاظ والتعاون المتبادل بين جميع الشباب وأيضا كبار السن، هناك تعاون كامل للحفاظ على الحاضر والمستقبل. لذلك هي ربما سمة عامة للمنتدى، ولكن بالطبع ستكون الجلسة الأولى غدا، والجلسة الافتتاحية هي بالطبع حول جائحة كورونا وتبعات جائحة كورونا. وأنا الرائع ربما في هذا المنتدى ليس فقط مجرد طرح الأفكار الخاصة بالتعامل بعد جائحة كورونا، ولكن الهام الشيء الهام هو تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما ربما رصده الشباب ورصدناه نحن بالفعل، هو تطبيق هذه الآليات الجديدة عن طريق شيئين. الشيء الأول بطبع كما ذكرنا الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق الروبوتات الآلية المختلفة، ولكن الجزء الآخر أيضا هو دخول المنتدى في حد ذاته. كان تقدم في المنتدى عدد كبير جدا جدا لحضور منتدى شباب العالم في الخطوة الرابعة، إلا أن العدد اكتمل، فقررت يعني المسؤولين عن المنتدى شباب العالم إعطاء الفرصة لمن لم يستطيعوا والحضور للمشاركة بآرائهم عن طريق هذا التطبيق الإلكتروني. أكثر من 500 ألف مشارك عبر هذا التطبيق الإلكتروني سيتفاعلون بشكل مباشر عن طريق طرح الأسئلة الخاصة بهم، وأيضا متابعة الندوات بشكل عام على مدار الأيام الكاملة لمنتدى شباب العالم. إذن هذه نقطة هامة، هو تطبيق هذه الأفكار ما بعد جائحة كورونا على أرض الواقع وردها على أرض الواقع، وربما الاستفادة أيضا من هذه الأفكار ورؤيتها هي دافعة أمل جديد بالفعل، وهو كما ذكرنا هو السمة الرئيسية وأيضا العنوان الرئيسي للجلسة الافتتاحية. نعم مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس هاتفيا من شرم الشيخ، أشكرك شكرا جزيلا.